وفرح من قناة أهل الدار. استفرح تفرح، كيف يعني؟ استفعل استغفر، أي طلب المغفرة، استفعل طلب حصول الفعل، استنوق الجمال إلى آخره. استفرح تفرح، أنت اذهب للفرح، قل أنا فرحان، الله يكرمك، لن يتأخر عنك، ولكن افتح أنت من عندك. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الكلمة يقول العلماء الغرب التي تقولها بعد كلمة أنا شديدة الخطورة، هي التي تحدد، يقولون مصيرك. أنا لا أقول تحدد مصيرك، أنا أقول تحدد مشاعرك ونفسيتك. قول أنا فرحان، أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا غني، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، ومستحيل جلالة الملك يتخلى عني. صديقي العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمر قلبك بالفرح.